أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة. السؤال: هل طلوع الفجر المراد صلاة الفجر أم طلوع الفجر الصادق؟ الفجر معروف هو انشقاق الصباح من الظلام، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بطلوع الفجر طلوع الصباح وهو البياض المعترف في الأفق، هذا هو طلوع الفجر، وليس المراد الصلاة. المراد انشقاق النور وظهور الصباح من الشرق. نعم.